حبايبي تتذكروا الشخص يلي كان موجود بالغرفة وهرب؟ هذا الشخص يا جماعة، هذا الشخص كان يطلع صوت تحت بالحديقة، ولما نزلت على الحديقة لا تروح، تعالهم لا تروح. اي تركي وطلع في شخص، في ناس قالت خالد ليش لحقته بالبسكليتة؟ حبايبي ما في نلحقه غير بالبسكليتة، لو شفتوه كيف يركض، الكاميرا ما بيبين كل شيء على فكرة، تمام؟ وانا عم نزل على فكرة، في كتير اشياء صارت، وصلتنا بوستات، وصلنا بوست مكتوب 9 ايام، وهلا كمان عم نسمع اصوات، مشان هيك فتحنا الكاميرا، عم نسمع اصوات فوق، طلعت فوق ما في شيء، رحت جبت الكاميرا كمان، طلعت فوق ما في شيء، صار عم تقول لي في اصوات، انا سمعت صوت بصراحة، هذا الشخص ما بعرف اذا هو الشخص المجهول، يمكن يكون حرامي حبايبي، يعني هذا حسب المونتاج اللي انا شفته والكاميرا، هذا بني ادم لابس بوت وجرابات وشرط، وكان لابس شيء اسود، يمكن يكون حرامي عم يسرق عدة، لانه في عندي جرد غاز، في عندي تبع نفخ، في عندي 100 قصة بهذيك الغرفة، ممكن ما بيكون هو الشخص المجهول، فأنا قلت لكم إنه هو هذا الشخص المجهول، إنه أخيراً شفت الشخص المجهول، بس ما بعرف إذا هو الشخص المجهول، هلا حالياً ما ضل صوت حبايبي، في ناس بيقولوا بس تفتح الكاميرا يصير في صوت، لأن إحنا هلا كان في صوت قبل شوي، صوت غريب، بس نفتح الكاميرا بيوقف، ودائماً بتصير أصوات، بس ما فينا كل شوي نفتح الكاميرا. يا هذيك المرة حتى يا جماعة كنا قاعدين أنا وخالد بأوضته. بتعرف انه نحن كتير بنقعد بأوضة ونقعد بالصالون كتير، لانه بعد ما خلصنا كنت قاعدة فواقفين مثل كيف واقفة على الشباك عم نشوف القمر، كان كتير حلو. فشفنا شخص ركض، كمان كان بدنا نصور لكم هذا الشيء بس ما لحقنا، يعني لما بدنا طلعنا الكاميرا اختفى، فعم يصيروا كتير غراد غريبين بصراحة. شو اللي ركض لما شفنا القمر؟ حبايبي والله العظيم عم اقول لسارة شوفي القمر ما احلى، عم نطلع هيك شفنا واحد هيك من تحت ركض هيك، اسمع ما عاد فيك تعمل شيء، يعني مشكلة 3 امتار صار بحديقة جارك. والمشكلة انا رح اقولكم شو، انه خالد دغري طلع لبرا، اوكي انا بس فسروا لي هذا الشيء، دغري طلع لبرا فالحديقة مقفولة، طب هو قرد ولا مين هو؟ لانه دغري انت تتذكري لما شفت الحلقة آخر فيديو لما طلع شخص من الغرفة؟ هل أنا كتبت بالعنوان هذا الشخص إنه أخيرا شفت الشخص المجهول، بس يمكن يكون حرامي، لأنه سارة أنا بحسه حرامي وما إنه شبه العالم هذوليك. والله سارة الفكرة إنه ليش حرامي؟ إنه لابس بوت بني آدم عادي. هذا بكون على كمان ممكن الشخص المجهول يكون بني آدم عادي، بس اللي بالفيديو لما دخل وفات على البيت كان على إيديه مثل هيكل عظمي هذا. لا هدوليك حتى يعني الأشكال هدوليك بحسهم كانوا غير، حتى هيكله يعني حتى اللي ركض هيكله كان كتير أكبر، يعني ما كان صغير، أطول أكبر. حبايب بدي أقلكم شغلة مهمة، لا تحكوا شي من عندكم إذا أنت ما كنت شايف الفيديو يلي نزلته. هلا بدك تسأل حالك أي فيديو لازم تنتسب بالقناة، رابط الانتساب بصندوق الوصف، في فيديوهات بس تنعرض للمنتسبين، هي الفيديوهات الكتير قوية كتير قوية. ليش يا خالد بس تعرضها للمنتسبين؟ حبايبي هاي المنتسبين الفيديوهات فوق ال 18، إذا كنت أنت عمرك تحت 18 روح تسأل أبوك أو أمك تقول أنا بدي انتسب، هو بيسمح لك ساعتها، هو بيتحمل المسؤولية، بس هاي الفيديوهات فوق ال 18، وأنا اليوتيوب أعطاني هاي الفكرة لحتى إنه ما أذي الأشخاص اللي تحت 18، فإذا حاب تنتسب انتسب بالفيديوهات الحصرية. في 4 مستويات، المستوى الأول القوات الخاصة، أنه بس يطلع بجنب تعليقك صورتي، الفيديوهات الحصرية بيطلع بجنب تعليقك صورتي، وبتحضر الفيديوهات الحصرية وبتشارك بالمسابقة تبع ربح القناة، عندك خطة الفيديو والكواليس، بتشوف الفيديوهات قبل ما بتتمنتج، أوكي، زائد أفكار خالد نعيمي والمشاريع اللي بيفتحها، عندك أنك تشارك أنك تربح القناة تبع $50، بدك تشارك ب50 وأنت تكون مشارك أساسي بأنك تربح قناة خالد شورتس. انا بصراحه انا وخالد قبل حتى ما نفتح الفيديو كنا قاعدين عم نسال حالنا انه مين هذا الشخص، لانه انا ما بظن انه هدول هن اللي نحن كنا نشوفهم، لانه اللي كنا نشوفهم انا عم قلت لكم هيكلهم غير هيك، بحس انه شخص عم يمزح معنا او بده يتبايخ، لانه اللهم صل على النبي اذا عالم صارت تبعث لنا مكاتيب وتتبايخ، فشو العالم ما بعرف عم مدري كيف عم يشوفوا العنوان فرح عم يعرفوه، فما بقى عم نعرف المزح من الجد. نحن وصلنا مكتوب انه ضل 9 ايام من شي 3 ايام، هذا الحكي ضل 9 ايام، انا قلت لكم انا ما مشيت ولا الخطه الحمراء اللي بعت لي اياها ما مشيت ولا راح امشي، لا خلاص انا في ربي هو عارف كل شيء وشايف، ولا راح اكون كنترول، يعني ممكن اذا في انتم تعرفوا لعبه الحب
الاخبار كيف وصل اخر شيء لحتى ماتوا. ممكن نضل نلحق اللعبه وحتى وصلنا الى مصيبه. فانا قاعد ببيتي في دوله هون فيها. حتى الشرطه قالت انه ما لانه نحن اخر شيء اخذنا الاغراض كلها بعد فتره, فقالوا لنا ما تردوا عليهم يعني حتى ما تلعبوا لعبه ولا تردوا. ما تردوا يعني كل شيء بيصير بس زيحوه على جنب وما تردوا ابدا, واذا شافوا بعد اذى اكثر لما فات على البيت, لانه هذا اذى, هذا ممنوع, هذا ممنوع حدا يدخل على بيت حدا بالمانيا. نحن كمان اذا هيدا نعاد هيدا الشيء لانني ما عارفين انه شو عم يصير. قال اذا هذا نعاد ساعتها نحن كمان رح نضل قدام البيت ورح نراقب لانه هذا يصير. قالوا اصلا قالوا نحن نراقب الشارع, بس قالوا لنا كمان شغله انه ممكن يعني هن اول شيء بالبدايه ما كانوا مصدقين حبايبي وما كان فينا نصور ولا كان فينا نفتح كاميرا ابدا, ممنوع التصوير هناك حتى هلا ممنوع قانوني. الارقام والشرطه والهيدي يعني في شغلات ممنوع تتصور. فانه قالوا لنا انه ممكن حدا عم يلعب معك او يمزح معك, لدرجه عن جد صار في حدا يتمسخر ويمزح يحطوا بوستات نحن عم نمزح وكذا. يعني هذا الموضوع ما فيه مزح, اي حدا يجي عم يمزح وامسكه قدام الباب راح سلمه للشرطه مين ما كان يكون. النقطه الثانيه حبايبي, على فكره انا ما كنت ناوي احكي انا وساره هذا الموضوع, لا لانه انتم عارفينه. الناس اللي ما بدها تصدق ما في مشكله, يعني نحن عايشين مبسوطين, خلينا نحن كذابين. اوكي بدك اكثر من هيك؟ اذا حاب تشوف شوف, ما انك حاب تشوف عادي اعتبر حالك عم تحضر مسلسل. اوكي والله ليكون احنا كل ما بدنا نجرب انه نغير, مثلا اليوم انا وخالد كنا عم نفكر انه نعمل لكم بكره نهار كامل من دون اولاد, مثلا نصور لكم شيء تنبسطوا فيه تشوفوه. هو بيجي بنص الموضوع يعني نحن ابدا ما بنفكر بهيك شيء, فبصير شغلات بنضوي الكاميرا وبتصير. قلت له انا رح مارس حياتي الطبيعيه أكيد. يعني هلا قناه خالد نعيمي انا عم نزلكم عن جد كل شيء بيصير معي. ما شوفوا هلا, شوفوا قناه الهيبه اخر ثلاث فيديوهات ما لها علاقه لا بشخص مجهول ولا بجن ولا بشيء. عم نزلكم فلوجات وتحديات انا وساره وتجارب جديده. روح شوفوها, يعني حياتنا الطبيعيه. قناه خالد نعيمي رح اتركها للاشياء اللي بتصير معنا, لانه في ناس كمان ما فينا انه والله خلص فجاه ما في شيء عنا. في ناس بدنا نحترمها, ظلت ماشيه معنا سنتين بخصوص القصص هاي وظلت معنا. يعني هم بهمهم هالقصه فبيحبوا يلاحقوا هالقصه, فبنقدر نوقف له. يعني لو اجت علينا نحن بدنا نوقف, يعني انه خلص ما بدنا نعطيه وش, يعني نحسه انه مبسوط. فعشان هيك بدنا نوقف هذا الموضوع. يعني ليش ما عمل لحدا تاني؟ ليش نحن اليوتيوبر؟ ليه نحن اللي بنصور وبيعرف انه بنصور؟ هلا راح الصوت, كان في صوت ما ولا في صوت, صوت جعير يعني صوت والله يا جماعه صوت مرعب. خلص انت هلي لا عادي 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 اعطيني بس شي شغله هيك. شو الشغله؟ المفك هذا. لا 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 في صوت حبايبي برا نحن سمعناه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي سكرت الباب علي. شغل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا في شيء كان على هاي, ما بعرف اذا بين على الكاميرا منين. مين كان يطلع صوت هون؟ انت؟ مين كان يطلع صوت بالحمام؟ صراحه بربك شو شبك؟ ما سمعت الصوت؟ لا من اول ما تحضر الفيديو الى نهايه الفيديو راح يطلع معك احرف, كل حرف اجمعهم ببعض وبتعرف شو صار. اوكي ليش بس كيف ليش الصوت؟ سمعني الصوت؟ مين في هون؟ امسك الكاميرا. مين في هون؟ لا 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 مين في هون؟ لا 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 صوري مشان اذا صار شيء في حدا بالحمام. طب ما بدي خالد مين في هون؟ عم
شو هاد؟ خالد الله يخليك خلص خلص. مين فيهم؟ ما كنت جايب حدا؟ خالد وفينك؟